عليكم السلام ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله. الصلاة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة، روى الإمام مسلم في صحيحه قالت عائشة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. إخوتي، أنتم في يومكم هذا، يوم عرفة، يوم عظيم مبارك تتجلى فيه رحمة الله عز وجل على عباده، ويباهي الله بحجاج بيته الحرام الملائكة،
ويشهدهم أنه قد غفر لهؤلاء الذين جاءوا من كل فج عميق شعثا غبرا لا يقصدون إلا التوبة والتقرب إلى الله، وقد تجردوا من زينة الدنيا وقطعوا صلتهم بها وارتدوا إزارا ورداء أشبه بأكفانهم، وفي يوم عرفة تتجسد وحدة المسلمين وترابطهم على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم. قال الله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقد أراد الله عز وجل لهذه الأمة الاتحاد والاعتصام بحبله، ولم يرض لها التفرق والاختلاف. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وتظل الأمة متماسكة ما استمسكت بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وتتجلى هذه الصورة لهذا الاتحاد والاعتصام في يوم عرفة، فالكل في صعيد واحد ويتجه إلى رب واحد وقبلة الجميع واحدة، ويؤدون أعمالا واحدة، ويعاون القوي فيهم الضعيف. يوم عرفة يوم الدعاء، ففي هذا اليوم يتضرع الحجاج وغيرهم بالدعاء طالبين من الله تعالى الرحمة والمغفرة، وطامعين في استجابة دعائهم وتضرعهم، حيث وعدهم الله وعده الحق. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيوم عرفة هو يوم الدعاء، فيدعو المسلم ربه على قدر ما يستطيع، ويسأله من خيري الدنيا والآخرة، ويجتهد المسلمون في الدعاء لأنفسهم ولأهليهم وللمسلمين، لأن الموقف موطن إجابة. وفي سنن الدارقطني عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر أن يعتق الله تعالى فيه عددا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو عز وجل ثم يباهي بهم الملائكة ويقول: ما أراد هؤلاء. لذلك يكون الشيطان أغيظ ما يكون في هذا اليوم، لأن جهده الذي يقضيه طوال العام لإغواء الناس وإضلالهم يضيع هباء في يوم واحد. وهذا من رحمة الله عز وجل. ففي الموطأ عند مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام إلا ما أري يوم بدر. All praise are due to Allah. We seek His help. We seek the refuge by Allah from our sinful deeds and the evils of ourselves. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah alone, without any partners or associates. And I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last messenger. Brothers, we all know that we are in not only one of the best days of the year, but the best day of the year.
And Imam Muslim narrated in his Sahih that our mother Aisha radiallahu anha said that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, there is no other day that Allah subhanahu wa ta'ala is freeing people from the hellfire than the day of Arafah. And Allah subhanahu wa ta'ala looks with his mercy subhanahu wa ta'ala to these people who are in Arafah and other people who are worshipping Allah subhanahu wa ta'ala by fasting, by making dua to Allah subhanahu wa ta'ala to forgive them. And Allah subhanahu wa ta'ala says to the malaika, what are these wanting? Or what do these want? Meaning the slaves of Allah, us seeking His forgiveness, seeking the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala, and above all seeking that Allah subhanahu wa ta'ala is gonna free us from the hellfire today. And Arafah is a day where the unity of Muslims is shown. They are in one place. They are making the same ibadah. And as Allah subhanahu wa ta'ala said, just hold tight. Hold tight to the robe of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the Quran and the Sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam. And in another hadith that narrated by Imam Malik in his Muwatta, he said that a shaytan is gonna be as angry as he wasn't before in the day of Arafah, because Allah subhanahu wa ta'ala has shown him how he's forgiving the sins of all people, all Muslims who are coming towards Allah subhanahu wa ta'ala, seeking his forgiveness, seeking his mercy. And a shaytan will be very angry because a shaytan feels that he is trying to keep people away from Allah subhanahu wa ta'ala, from His mercy, by facilitating and making haram easy for them. And then this is a day where we have a great chance to ask Allah subhanahu wa ta'ala to forgive us. And it is the day of dua. And Aisha radiallahu anha asked the Prophet sallallahu alayhi wa sallam on the best dua, on the best thing today to do in Arafah. And Allah subhanahu and the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said, the best thing that I said and all the prophets before me said, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. So do not forget that today. The whole day. Remind your family, remind your children to keep remembering Allah subhanahu wa ta'ala and saying this great dua. And I want to remind you that as we all know the ajr of siyam al-arafah, and hopefully inshallah most of us, if not all of us, are fasting today, because this is a day which Allah subhanahu wa ta'ala, well, the Prophet ﷺ said that
Allah subhanahu wa ta'ala will forgive you your sins the year before and the year coming. So now we have multiple reasons of our dua to be accepted. One, Arafah. And a dua, we need to be focused about dua. We need to focus on first to free ourselves from the hellfire. This should be our top priority. Ourselves, our families, our parents, our children, our wives, our brothers and sisters, and asking the forgiveness for all Muslims. As in the hadith, that if you say Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, as you have a hasana of every single one of them. So the first reason of having an answered dua is Yawm Arafah. And today is Friday. And it is known that there is a Sa'atu Istijaba in Friday. And some of the ulama, they said it is the Sa'ah between, or the time between Asr and the sunset. And it is the same time that Allah subhanahu wa ta'ala looked at His servants who are on the Hajj, being on Arafah, or the others who are fasting and making dua, and yubahi bihim al-malaika. Allah subhanahu wa ta'ala is happy that we are getting closer to Him. And He does not need us. So first, Friday, Arafah, and we are fasting. And the supplication or dua of the fasting person is not turned away بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم واشكروه على ما أنعم به عليكم من نعمه، ومن نعم الله عز وجل مشروعية الأضاحي التي تتقربون بها إلى ربكم وتنفقون بها نفائس أموالكم. قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. فإن هذه الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ونبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وإن لكم بكل شعرة منها حسنة وبكل صوفة حسنة. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. وإنها لتأتي يوم القيامة بأظلافها وقرونها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. إن بذل المال في الأضاحي أفضل من الصدقة بها. وإن الأضحية سنة مؤكدة لمن يقدر عليها، فضحوا عن أنفسكم وأهليكم وأولادكم ووالديكم ليحصل الأجر للجميع. وتقتدوا بنبيكم صلى الله عليه وسلم
حيث ضحى عنه وعن أهل بيته صلى الله عليه وسلم. والأولى أن يضحى للجميع، وفضل الله واسع، ولو ذبحها بالنية من غير تلفظ باسم جازت. والأضحية من بهيمة الأنعام، إما من الإبل أو البقر أو الضأن أو المعز على اختلاف أصنافها، ولا تجزئ إلا بشرطين: الأول أن تبلغ السن المعتبر شرعا، والثاني أن تكون سليمة من العيوب التي تمنع الإجزاء. فأما السن ففي الإبل 5 سنين، وفي البقر 2 سنين، وفي المعز 1 سنة، وفي الضأن 1/2 سنة. وأما العيوب التي تمنع من الإجزاء فقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: 4 لا تجوز في الأضاحي: العرجاء البين ضرها، والعوراء البين عارها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. فالعرج البين هو الذي لا تستطيع البهيمة معه معانقة الصحيحات، والعور هو الذي تبرز معه العين أو تنخسف، والمرض البين هو الذي يظهره أثره على البهيمة، إما في أكلها أو مشيها أو غير ذلك. ومن الأمراض البينة الجرب، سواء كان قليلا أو كثيرا. فأما المرض اليسير الذي لا يظهر أثره على البهيمة فإنه لا يمنع، ولكن السلامة منه أفضل. والعجف الهزل، فإذا كانت البهيمة هزيلة ليس في عظامها مخ، فإنها لا تجزئ عن الأضحية. فهذه هي العيوب التي تمنع من الإجزاء. ومن كان منكم يحسن الذبح فليذبح أضحيته بيده، ومن كان لا يحسن فليحضر عند ذبحها فذاك أفضل، فإن ذبحت له وهو غير حاضر أجزأت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Brothers and sisters, as we all know, tomorrow inshallah is the day of Eid. And Allah subhanahu wa ta'ala made this sunnah of Ibrahim and our Prophet sallallahu alayhi wa sallam to get closer to Allah. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, which could be translated to, Allah subhanahu wa ta'ala will not benefit from their meat and their flesh and their blood. But what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you is your taqwa, your piety. And Allah subhanahu wa ta'ala made them possible for you, that so that you can make takbir Allah subhanahu wa ta'ala and glorify Him with all the bounties that He has given you. Al-Udhiyah, as we all know, is the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and the Prophet Ibrahim before him, peace be upon him. And At-Tirmidhi and Ibn Majah narrated that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that the best action of worship that a Muslim could do in the day of Eid is to shed a blood of an udhiya. It says to sacrifice for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And an udhiya is a firm sunnah, or a sunnatun mu'akkada. So if you are able to, you have to do it. If you are able to financially, and this is only to show Allah subhanahu wa ta'ala that we can sacrifice for His sake. And it must have 2 conditions. The first one is to have a certain age. The animal has a certain age. And the other thing is that it should not be sick or one of her eyes
has a problem, or it is too weak, or is too sick, and the age for the button, which is most of us will do, is half a year or 6 months, and in the goat a year, and it's in the cows 2 years, and in the camels 5 years. So make an intention that you will sacrifice this for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. And if you are not able to, that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, when he sacrificed his udhiyah, ضحّى بكبشين أملحين صلى الله عليه وسلم, he slaughtered two rams, and he said one is for his family and for himself صلى الله عليه وسلم, and the other one is for his ummah, people who are not able to sacrifice. The last note that I wanted to mention is that please take advantage of the upcoming hours. Do your best to sit between Asr and Maghrib at least. Make dua to yourself. The first thing, make dua to your family and for yourself to free yourself from the hellfire. This is a golden opportunity, as they say. And make dua for you, for your family, for the Muslims. And keep repeating, لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا وصلوا وسلموا ورحمكم الله على خير البرية صلى الله عليه وسلم, فإن الله قد أمركم بهذا حيث قال, إن الله وملائكته يصلون على النبي, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله